حبيبتي الغالية دانا، من شوي سمعنا اسمك وشفناكي وحضرنا تخرجك وعم بتعطيك هلا رسالتي هي هلا بتوقيتك انت شي يومين ثلاثة بتوقيتك. بتمنى لك كل الخير. مبارح جيتي لمصر هلا سافرت، رح سامحك على انك ما كنت تجي لعنا بيجي من دراستك صعبة. انا ما عم بقدر اتخيلك دائما تجي اسمك بخاطري، ما بخيري خير. بقولك شي 45 سنتي، بتعرف كانيش على اشقر وسمرة شوي، كنت جاي رايح من شمسة في منطقة العيون الخضر الحلوة، ونسيت شو كنت ناديلك. متذكر انه هيبة كانت ناديلك، بالنسبة لي على قد فرحت بتخرجي، على قد زعلنا انه ما راح نشوفك مرة تانية. حبيبتي ألف مبروك. رياض ما في داعي لك بعدين، بس بشوفك أنا على كل ما بشوفك بكون بارك شايفك آخر مرة. ألف مبروك رياض، ألف مبروك مها، ألف مبروك غامة، وألف مبروك موفق عقبال عندك حبيبي. سموري دانا حبيبتي، تذكرينا وتعيد عني. دانا أنت بتعرفي تمام كيف كنت ما أقدر نام إلا تكوني جنبي. من أول يوم أنت جيتينا كنتي الغالي على قلبي فعلا. تغربتي 6 سنين بمصر وحملت مسؤولية كبيرة وكنتي قد هالمسؤولية. فرحتنا فيكي بابا مو لأنك تخرجتي بس، لأنك كنتي مثال للجدية، للمثابرة، وللجد والتعب. الله يرضى عليك، فرحنا فيكي كتير بابا. ألف مبروك يا بابا. علوا الفرحة بزيادة، نسمع صوت السعادة.